السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم طريقة تحضير حلوة الرخامة في إطار سلسلة الحلويات الخاصة بذكرى المولد النبوي. هنقدم لكم اليوم إن شاء الله هذه الحلوة. المقادير التي نحتاج إلى هنا عندي 700 غرام من الكاوكاو أو الفول السوداني، قمت بتحميره جيدا في الفرن وقمت بهرمشته كما تلاحظون هنا معي، أزلت القشر وقمت بهرمشته. لدي هنا المربى، يمكنكم استعمال بدل المربى العسل. المربى صراحة الكمية على حسب كمية الكاوكاو الموجود عندي. لدي هنا 300 غرام من الشوكولات الأسود و100 غرام من الشوكولات الأبيض. الآن سنقوم بتحضير هذه الحلوى. أول شيء نقوم به وهو إضافة المربى إلى الكاوكاو. نضيف عفوا شيئا فشيئا المربى ونقوم بجمع الكاوكاو بالمربى إلى غاية الحصول على عجينة من الكاوكاو متماسكة. عفوا الصوت ديالي عيان شوية حيت مريضة. نقوم بجمع الكاوكاو، نستعمل اليد ديالي من الأحسن باش نتحكم في العجين كما تلاحظوا. نجمع العجين بحال ما هذا الشكل حتى نجمعو مزيان. نبقى نضيف المربى ونجمع حتى نحصل على عجينة متماسكة كيف ما قلت لكم. كما تلاحظون هنا معي خذت قالب أو مول، وضعت فيه كيس بلاستيكي بالأول. الآن سأضع عجينة الكاوكاو وسنقوم بتبسيطها. أنا كمان يترك القشر بالنسبة للكاوكاو، ذلك يبقى اختياري طبعا. سنقوم بترطيب تبسيطها حسب السمك الذي تريدونه. أنا أفضل سنتيمتر أو 2 سنتيمتر فهو جدا كافي. سأبسط العجين جيدا. كما تلاحظون هنا معي قمت بتبسيط العجين جيدا. يجب عدم ترك الفراغات في العجين وتبسيطها جيدا. في هذه الأثناء قمت بإذابة الشوكولا في الميكرويف، يمكنكم إذابتها. سأضعها فوق و سأقوم بتبسيطها فوق عجينة الكاوكاو. بهذا الشكل يجب تمريرها جيدا إلى غاية تغطية العجينة بكاملها. الحلوى حلوى مغربية مشهورة ومنذ القدم يعملها المغاربة في المناسبات والأعياد. يجب ملء حتى هذه الجوانب جيدا بالشوكولا. سأضيف القليل هنا من الشوكولا. كما قلت 300 غرام من الشوكولاتة فهي كافية في هذه الوصفة مع هذه المقادير التي قمت باستعمالها. الآن سأتركها حتى تجمد الشوكولا وتولي صلبة. من بعد سأريكم طريقة تشكيل الجهة الثانية. سأعطيكم ملاحظة بسيطة وهي عدم وضع هذه الحلوى في الثلاجة، فقط
تركها في المطبخ إلى غاية أن تجمد الشوكولاتة. كما تلاحظون هنا معي، بعد ما جمدت الشوكولاتة فوق الكاوكاو، نقوم بقلب هذا المول ديالي هنايا بهذا الشكل. وهكذا كما تلاحظوا معايا، وغادي ندير مره اخرى طبقه ثانيه ديال الشوكولاته هنا، وساقوم بتزيينها كما تلاحظون هنا معي. بعد ان قمت بقلبها ساضع ما تبقى لي من الشوكولا، ساقوم بتوزيعه بشكل متساوي، يجب العمل بسرعة كي لا تجمد الشوكولا قبل التزيين. نقوم بوضعها على هذا الشكل من فوق، والآن نقوم بأخذ الشوكولا البيضاء حتى هي قمت بإذابتها، ونقوم بعمل خطوط على هذا الشكل كما تلاحظون هنا معي. يمكنكم استعمال جيب الحلواني في هذه المرحلة. نقوم بوضع الخطوط على هذا الشكل كما تلاحظون هنا معي. بعدها نقوم بتمرير السكين على هذا الشكل في الأول، وبعدها نقوم بتمريره هكذا الشكل الثاني. ونتركها إلى غاية أن تبرد مرة إلى غاية أن تجمد الشوكولا مرة ثانية. بعدها سأريكم طريقة تقطيع حلوى الخامة. بالنسبة لطريقة تقطيع الحلوى، نقوم بتقطيع أولا جزء على هذا الشكل، وبعدها نقوم بالتقطيع هكذا بشكل مائل للحصول على أشكال على هذا الشكل، وسأريكم النتيجة النهائية بعد تكملة تقطيع هذه الحلوى. كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي لحلوى الرخامة التي قمت بتحضيرها لكم اليوم. كما تلاحظون فهي جميلة ومنظرها جميل ومذاقها رائع. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة المغربية القديمة. شكرا على تتبعكم، لا تنسوا الاطلاع على الفيديوهات والوصفات الخاصة بي على موقع www.chefmariam.com. لا تنسوا أن تعملوا لايك لهذا الفيديو ومشاركة في القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني أو سبسكرايب. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. انتظروا مني مزيد من الحلويات الخاصة بذكرى المولد النبوي. إلى اللقاء، أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة، ولا تنسوا أن تتركوا لي تعليقاتكم على هذه الوصفة. إلى حلقة قادمة. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات، لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.